يريد استحضار الأمريكي على الطاولة مرغماً بما يريده الإسرائيلي وليس بما يفرضه الأمريكي. يبدو أن الأمريكي يريد شيء، نتنياهو يريد شيء آخر. نتنياهو يريد سقف الأمريكي يريد سقف معين لهذه العملية العسكرية ينتهي بها إلى ما ينتهي إليه، حتى لو من خلال تسويق مفهوم دولة وهمية أو دولة غير موجودة. بالتأكيد نتنياهو ليس حليفاً لبايدن، نتنياهو على تناقض كبير مع بايدن، هو حليف بدرجة أساسية من يعارضهم بايدن. الدولة الوحيدة التي ممكن أن تنهي كل هذه المسألة هي الدولة التي تدعم بشكل مباشر عملية الإيباد، خارج مقطوع بشكل كامل، هناك حصار مطبق بشكل كامل، هناك رقابة مشددة، وبالتالي لا يستطيعون إدخال أي نوع جديد من الأسلحة أو أي تصغير للأسلحة. يريد أن يقول الجيش الإسرائيلي أنه غير محكوم في موضوع الإغتيال بأي سقف، ويريد أن يستمر في هذا الأمر. المواجهة اليوم هي مواجهة مع البيئة، وبالتالي البيئة التي لها علاقة بخيارات المقاومة وكل قوى سياسية موجودة في المنطقة معنية مباشرة بهذا النوع من المواجهة. يعني بالتأكيد المبادرات المتناقضة، الأوراق المتناقضة التي قدمت في موضوع الهدنة مسودة باريس انعكست نفسها بشكل مباشر على الميدان، وبالتالي ذهب الإسرائيلي إلى أقصى المواقف والمتعلقة بالتهديد بالذهاب إلى رفح، وما يعنيه هذا من احتمال حصول كارثة كبيرة تتعلق بوجود 1,400,000 فلسطيني موجودين في منطقة لا تتجاوز مساحتها 64 كيلومتر مربع. هذا بحد ذاته يعني يمثل كسب لكل خطوط الحمر، على الرغم من حجم الجرائم وعمليات الإبادة التي مارسها الإسرائيلي طوال فترة الأجوان على قطاع غزة. بالتأكيد هذا سوف يدفع الأمور باتجاه خلط الأوراق من جديد وعودة الأمور إلى النقطة الصفر، والتي تتعلق بفتح الجبهتان أولا على صعيد لبنان، ولاحظنا في الفترة الأخيرة تصاعد في مستوى العمليات الإسرائيلية ورقعة الاستهداف ومسافة الاستهداف، وأيضا طبيعة الكتلة النارية المستخدمة مع دخول الطائرات الحربية في أكثر من موقع وشنه غارات مباشرة وصولا إلى استهداف المدنيين. عمليا هذا التناغم فيما يتعلق بالاستعداد نحو الذهاب بعملية عسكرية كبيرة باتجاه رفح وما يرتبه ذلك من يعني تجاوز لكل المسائل، بالتأكيد هذا يفكر الإسرائيلي بخلط الأوراق من جديد. أولا في موضوع لبنان يريد استحضار الأمريكي على الطاولة مرغما بما يريده الإسرائيلي وليس بما يفرضه الأمريكي، ومسألة ثانية لها علاقة بالبحث عن خيارات سياسية والقبول بما يقوله الإسرائيلي من ناحية الحديث عن اليوم التالي لما بعد انتهاء العدوان وفق المصطلحات المفردات الإسرائيلية. بالتأكيد يمكن القول هناك توزيع أدوار فيما يتعلق بتفاصيل العملية، لكن بالمجال النهائي أو بالمسار النهائي للمعركة يبدو أن الأمريكي يريد شيء، نتنياهو يريد شيء آخر. نتنياهو يريد سقف الأمريكي يريد سقف معين لهذه العملية العسكرية ينتهي بها إلى ما ينتهي إليه، حتى لو من خلال تسويق مفهوم دولة وهمية أو دولة غير موجودة وليست معروفة ما هي هذه الدولة الفلسطينية التي يطرحها، أو فيما يتعلق بنتنياهو تحديدا والذي يريد أن يستمر في المعركة، يستمر في الحرب، يستمر في العملية العسكرية من أجل يعني تسجيل نقاط لها علاقة باستحقاقات داخلية. كلما طالت المعركة كلما استطاع نتنياهو تجاوز العديد من الاستحقاقات الداخلية. بالتأكيد نتنياهو ليس حليفا لبايدن، نتنياهو على تناقض كبير مع بايدن، هو حليف بدرجة أساسية من يعارضهم بايدن والذين هم يعني سموتريتش وبن غفير أو التيار المتشدد القوم الديني المتشدد الذي يعني معروف وضعت الإدارة الأمريكية تحديدا إدارة بايدن الكثير من الملاحظات. هو حليف إسرائيل كإسرائيل لكنه ليس حليف لنتنياهو بشكل مباشر، والمعروف أنه خلال الفترة الماضية السنة الماضية من حكم نتنياهو كان هناك تناقض وتباين كبير في العلاقة لدرجة أنه رفض استقباله في أكثر من مناسبة، وفقط يعني التقى به على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في السنة على خلفية الإصلاحات القضائية التي كان يعمل بها نتنياهو والتي تعتبر
مساً مباشراً بحلفاء الولايات المتحدة أو تغيير للنمطية أو الصورة النمطية المتخذة عن الكيان على اعتباره نموذج غربي ديمقراطي موجود في منطقة الشرق، وتحويله إلى يعني مؤسسة أو إدارة يحكمها فريق واحد على حساب الفرقاء الآخرين. بالتأكيد هناك تباينات، هناك تقاطعات، أيضاً هناك خلافات تكتيكية بالمآل الأساسي، لكن أيضاً هناك اتفاق استراتيجي كما عبر عنه من خلال الموقف الداعي من قبل الولايات المتحدة ونتنياهو إلى القضاء على حركة المقاومة حماس. الدولة الوحيدة التي ممكن أن تنهي كل هذه المسألة هي الدولة التي تدعم بشكل مباشر عملية الإبادة. يعني الخط الجوي المتمثل بحوالي 230 طائرة حربية أسطول جوي كامل وصل إلى تل أبيب مدعوما من الولايات المتحدة، الغطاء الدبلوماسي الكبير على مستوى القرارات الدولية وتحديدا فيما يتعلق بمجلس الأمن هو الذي يعني يمكن أن يوقف هذا العدوان. الطرف الوحيد الذي يستطيع اليوم وقف هذا العدوان إن كان يريد وقف هذا العدوان هو الولايات المتحدة عبر قرارات تصدر من مجلس الأمن تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكثر من ذلك يتوقف الدعم العسكري الذي لا يزال مستمرا حتى الآن على الرغم من وجود هذا التباينات، لأن كما ذكرت التباين في موضوع أو الخلافات في الموضوع التكتيكي ليست هي ذاتها في الموضوع الاستراتيجي الكبير. لذلك الولايات المتحدة هي الوحيدة التي تستطيع أن توقف هذه الحرب بقرار من مجلس الأمن بدعوة مباشرة إلى وقف تمويل هذه الحملة العدوانية على غزة. يعني بطبيعة الحال لا يوجد اليوم تحديث أو إدخال جديد للسلاح، على العكس من ذلك لديها إمكانياتها الذاتية ولديها قدراتها الذاتية، وهو ما أشار إليه القائد يحيى السنوار في آخر رسالة له قبل حوالي شهرين من الآن. بعث برسالة قال أنه ليس فقط مستعد للصمود لمدة 6 أشهر، إنما أيضا مدد الأمر إلى قرابة سنة. بمجرد دخول القوات الإسرائيلية واجتياحها واحتلالها لمناطق لقطاع غزة تحولت أو تغيرت طبيعة المواجهة وأصبحت تعتمد على العصابات، على حرب العصابات والعمليات الأنصارية التي تقوم بها المقاومة، ولم تستخدم عدد قليل من الأسلحة، نوعية معينة من الأسلحة، ونشاهدها قذائف الياسين و القذائف الصاروخية المباشرة، ولم تعد وليست بحاجة إلى أنواع مختلفة من الصواريخ. لذلك واضح من خلال هذه المواجهة، من طبيعة المواجهة الميدانية، أن المقاومة اليوم بعد أن دخلت القوات الإسرائيلية واجتاحت واحتلت مناطق واسعة من قطاع غزة تستطيع أن تبادر إلى شن عمليات عسكرية وتوقع خسائر في صفوف الجنود الصهاينة، وبدليل ما حصل في منطقة المغازي عندما تقدمت قوة إسرائيلية وأدى إلى مقتل حوالي 21 جندي إسرائيلي، وإضافة إلى العديد من القتلى في صفوف القوات النخبة وقوات يعني الخاصة التي تعمل اليوم في أكثر من منطقة في قطاع غزة. المبادرة باعتراف الإسرائيلي نفسه وفق مصادر وفق الإعلام الإسرائيلي يتحدثون عن أن باستطاع مقاوم الخروج من فوهة نفط صغيرة غير مرئية وأن يتسبب بقتل عدد من الجنود، وهذا ما يجري اليوم عمليا في أكثر من منطقة بما فيها منطقة شمال قطاع غزة. لذلك المقاومة تستخدم ما لديها من مخزون، وهي لا تعتمد اليوم على ما يصل من الخارج، لأن الخارج مقطوع بشكل كامل، هناك حصار مطبق بشكل كامل، هناك رقابة مشددة، وبالتالي لا يستطيعون إدخال أي نوع جديد من الأسلحة أو أي تصغير للأسلحة. على العكس من ذلك يقومون حتى أنه في بعض الفيديوهات التي سربت من قبل المقاومة أنهم استخدموا بعض الأسلحة والعتاد الإسرائيلي الذي ترك في ساحة المعركة وانسحب الإسرائيلي تاركا خلفه أسلحته وذخائره. يعني أولا أراد الإسرائيلي قصف قواعد الاشتباك بما يناسب حصول الاشتباك تحت سقف الحرب، أو يمكن القول بالنسبة للإسرائيلي تحت سقف المعركة حتى. لذلك يقوم بعمليات معينة لها علاقة بالاستهداف ليقدم أنه يعني خاصة أن هناك نقاشا
حادا وعميقا جدا على مستوى القيادة العسكرية وبالعلاقة مع المستوطنين في مناطق الشمال الذين يعني أصبحوا اليوم يشكلون إزعاج للقيادة السياسية والعسكرية ويريدون حل الأمر، لأن قرار إبعادهم عن مناطق الشمال كان بقرار من الحكومة، وبالتالي عودتهم مرتبط في الحكومة في قرار من الحكومة الإسرائيلية. لذلك يريد نتنياهو أن يستفيد من ما بنى عليه من تجربته في استهداف واغتيال القائد صالح العروري في منطقة الضاحية الجنوبية، ويريد أن يرتب على هذا الأمر نوع من الممارسة. شاهدنا نموذجها في منطقة النبطية، شاهدنا نموذج آخر في منطقة جدرة، إضافة إلى ما حصل في منطقة الزريرية في إربيال المجاهد الطويل. عمليا هذا النوع من الاستهداف يريد أن يقول الجيش الإسرائيلي أنه غير محكوم في موضوع الاغتيال بأي سقف، ويريد أن يستمر في هذا الأمر في محاولة لانتزاع بعض الإنجازات الميدانية التي لها علاقة بتقديم صورة معينة أو ردعية إذا صح القول في الجانب الذي له علاقة بقدرة المقاومة على فتح جبهة، لأنه كما معروف أن هناك خشية وهناك هلع وهناك خوف لدى الإسرائيلي من أن تفتح جبهة الجنوب، وبالتالي يستبق الإسرائيلي الأمر من خلال القيام بعمليات اغتيال محددة. يعني كما هو معروف أنه نتيجة المعاني الإسرائيلي في الاستهداف وتوسيع رقعة المواجهة وكسر بعض قواعد الاشتباك فيما يتعلق باستهداف المدنيين والابتعاد عن بعض القرى التي هي قرى أمنية وموازية أو مواجهة قرى المواجهة الأمنية، بطبيعة الحال أدى ذلك إلى حدوث استنفارات على مستوى القوى السياسية المتواجدة في المنطقة، وهذا يؤكد أن المواجهة اليوم هي مواجهة مع البيئة، وبالتالي البيئة التي لها علاقة بخيارات المقاومة، وكل قوى سياسية موجودة في المنطقة معنية مباشرة بهذا النوع من المواجهة قامت بواجبها فيما يتعلق باحتماليات المواجهة المستقبلية والتي تتعلق ب يعني ما يقال إسرائيليا عن استعدادات للفتح المعركة أو توجيه ضربة استباقية للبنان، وصولا إلى يعني كلام صدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي يتعلق بالاجتياح البري، وهو ما عبر عنه أيضا بن غفير يعني وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي طالب بتغيير كل الوضع في لبنان وصولا إلى إعادة احتلال بيروت. وبالتالي كل القوى السياسية الموجودة في المنطقة تلقت هذا الأمر بنوع من الإجراءات التي لها علاقة بطبيعة المواجهة، والإسرائيلي قام باستهداف هذه المجموعات، وشاهدنا يعني استشهاد كوكبة من مقاتلي حركة أمل في هذا الأمر، وبالتالي يعني عمليا وجود القوى السياسية بهذا المكان يعني يؤكد أنه سلخ المقاومة عن الحدود أو إبعاد المقاومة عن الحدود أو أمر متعذر، لأن طبيعة الناس وطبيعة أبناء القرى المتواجدين في هذه المنطقة بدليل أن حوالي 80% من الشهداء الذين سقطوا في المواجهات هم أبناء هذه المنطقة، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال طرح مبادرات سياسية لها علاقة بإبعاد هؤلاء الناس عن مناطقهم وعيالهم وقراهم من أجل عودة المستوطنات، وهذا بحد ذاته يؤكد أن أبناء هذه المنطقة هم الذين يقاتلون بدرجة أساسية. يعني أولاً أظهرت هذه المعركة مشكلة كبيرة لها علاقة بالحمائية اللبنانية على صعيد الاتصالات والأمن السبراني، استفاد الإسرائيلي منها بشكل كبير لأنه بالأساس زخر إمكانياته وقدراته الهائلة جداً بدعم كبير من الولايات المتحدة، واستطاع أن يقوم بعمل مختلف كلياً عن سياق الحروب الأخرى، لأن اليوم الحرب الإلكترونية أو الحرب السبرانية هي واحدة من أهم الحروب، والإسرائيلي بدعم كبير من الولايات المتحدة، لأنه كما هو معروف يعني رفعت الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية المنطقة الشرق الأوسط من درجة خامسة إلى الدرجة الثانية، وبالتالي يصبح فقط موضوع روسيا هي التي تحتل الصدارة بالدرجة رقم واحد. معنى ذلك أن كل الإمكانيات التجسسية والاستخباراتية والتعاون الاستخباراتي الذي تملكه الولايات المتحدة بهذه المنطقة هو مسخر لصالح تل أبيب.
ناهيك عن وجود قدرات من ناحية الهايتك ونظام يعني الرصد والأمن السيبراني، ومعروف أن قوات النخبة في داخل الجيش الإسرائيلي تتمتع بإمكانيات وقدرات هائلة جدا على صعيد نظام الهايتك ونظام المعلومات، وأن القطاع إنتاج المعلومات في داخل الكيان هو قطاع متطور جدا، تقريبا عائداته السنوية كانت يقدر بين 6 مليار إلى 10 مليار دولار، عدد الشركات العاملة حوالي 130 شركة، إضافة إلى حوالي 11 ألف موظف، أغلبهم أو معظمهم هم أتوا من الجيش ومن الوحدات المتخصصة في هذا الجيش. بالعودة إلى هذا الأمر، تأكيدا على هذا الأمر، أن معظم الجنود الصهاينة إن خير بين الذهاب إلى الوحدات القتالية أو الذهاب إلى وحدات الأمن السبراني يختار الوحدات الأمن السبراني، لأنها تؤمن له مستقبلا معينا على صعيد تكنولوجيا المعلومات، وخاصة أن هذا القطاع قطاع مهم جدا، وأن أنظمة التجسس التي تفعلها إسرائيل بينهم البيكاسوس الذي يعني اشتهر عالميا بأنه استطاع اختراق حوالي 47 دولة على مستوى العالم، بينهم حوالي 13 دولة عربية، هذا اليوم مفعل بشكل كبير على مستوى لبنان بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية وأجهزة غربية، وبالتالي نشاهد هذا النوع من الخرق، وتصبح هنا القدرات اللبنانية متواضعة جدا، لا يمكن حتى أكثر من ذلك أي دولة يعني وضعها أفضل من لبنان يمكن أن تكون سهلة، فكيف الحديث عن وضع مثل الدولة اللبنانية؟